نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، واحنا كنا بنقول من شوية انه المرأة المصرية بقت في كل المجالات، وده مش بس بيتم في يعني محافظات معينة، لا ده يعني موجود في كل ربوع جمهورية مصر العربية. هنروح معاكم للدلتا وتحديدا لمديرية شباب والرياضة في كفر الشيخ، اللي أسست لأول مرة فريق كرة قدم نسائي، وده بيتم بمشاركة 50 لاعبة من البنات. خلونا نعرف التفاصيل، عملوا الموضوع ده ازاي، ونعرف يعني ازاي تم تأسيس الفريق. معانا على التليفون الدكتورة صفوة أبو العينين شلبي، المدير الفني لأول فريق كرة قدم نسائي في كفر الشيخ. صباح الخير عليكي يا دكتور. صباح الخير والسعادة عليك يا أستاذة هنا، ازي حضرتك يا فندم أستاذة هدير؟ أهلا بك يا فندم. عايز أعرف يعني أقنعتي البنات وأولياء أمورهم ازاي بفكرة الفريق كرة القدم النسائي، وأكيد يعني ده مش أسهل حاجة في كفر الشيخ. لا والله ده حاجة كانت صعبة جدا 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 علينا، والله الحمد لله ربنا وفقنا فيها الحمد لله. كان أهم حاجة طبعا البداية الأول، نقول الفكرة الأول بدأت ازاي، إن احنا مركز شباب قالين هنا عندنا فاتح للسيدات يعني ان هم يتمشوا في الوقت اللي هو من الساعه 4 للساعه 6. فطبيعي ان احنا كل ام او سيده بتجيب اولادها معاها، فبدانا ان احنا واحنا في الملعب لقينا كابتن لبنى دي بنوته يعني زوجه معانا كده وبتتمشى، فبدات في كوره بتباصي لاولادها، فحسينا ان في حاجه مختلفه. ايه يا جماعه ايه رايكم الولاد شاركوا معانا البنات؟ قلنا طب ايه المشكله ان احنا نعمل فرقه بنات؟ ايه المشكله؟ فبدانا الحمد لله طبعا صرنا على الناس في النادي، المدير استاذ حماده، مدام لوزه، استاذ وسام، ايه يا جماعه رايكم؟ كابتن لبنى ايه رايك؟ فوجئنا ان كابتن لبنى اصلا بتلعب ليها فتره 8 سنين كانت بتلعب كره قدم نسائيه. وقلنا لها ايه رايك نبدا سوا كده ونبدا الفريق؟ لقينا ما عندهاش مانع وبدانا الفكره، وبقى وكل ام بقى نتكلم معاها عن بنتها. ازاي بقى بدات تجميع الفريق يا فندم؟ يعني بداتوا بكام برضو، العدد قد ايه ووصلتوا لكام؟ بدانا بـ5 بنات. بخمس بنات، وبعد كده خلاص انا حاولت ان انا اقنع البنات اللي هم بيلعبوا رياضات فرديه وسنهم كبير من 15 ل 21 سنه، بدات ان انا اتعامل معاهم واقول لهم تعالوا جربوا وشوفوا، عجبكم ماشي، ما عجبكمش خلاص. بدات الفكره الحمد لله توسع توسع مننا لغايه ما لقينا العدد فيه اقبال كبير جدا، كل ما بنمشي في التمرين وكل ما بنلتزم في التمرين كل ما العدد بيزيد اكتر. كانت الحاجه اللي طبعا اولياء الامور يعني كانوا مستصعبين الموضوع ان ازاي البنت تلعب كره قدم، فبدانا ان احنا نوضح لهم والله كره القدم زيها زي اي لعبه فرديه، حضرتك بتوافق ان انت تلعب بنتك كاراتيه، بتوافق ان هي تلعب ملاكمه او كونغ فو، بالتالي مفيش مشكله ان هي تلعب كره قدم، دي رياضه ثقافه بس. الهدف واحد، ان البنت بتمارس نشاط رياضي بتحصل على مستوى معين من اللياقه والكفاءه البدنيه، وبالتالي بدا خلاص يعني الحمد لله بداوا ان هم يستجيبوا معانا. اللي ما كانش بيستجيب كنا بنقول له طب تعالى احنا الفريق كله بنات واللي هيكونوا مسؤولين عنه سيدات. قالوا ما في خلاص هنيجي نشوف. جم بداوا يجوا يقعدوا معانا في الملعب ويشوفوا ولادهم، ولقوا فعلا ان الكابتن كانت طبعا مدربه كابتن لبنى، وكان انا وكان مدام لوزه، 3 سيدات. ولكن برضو كره القدم محتاجه حرفنه رجاليه. فبدانا ان احنا نشوف حد يعني ملتزم ويكون معانا والولاد يعني يستجيبوا معاه علشان تعتمدوا عليه في التاهيل. الله ينور عليكي. فلقينا دكتور احمد قائد، بسم الله ما شاء الله، هو دكتوراه وماجستير ما شاء الله قدم، اشتغل في انديه قبل كده وما شاء الله يعني هو لمن جزئيتين الاصابات الرياضيه والشغل المهاري بتاع كره القدم، فبدا ان هو يشتغل معانا والحمد لله بدا في التزام من كل اللاعبات، وبقى في لقينا يعني الشغل الاعلامي لينا برضو الحمد لله خلى البنات تتشجع اكتر ان هي تنزل التمرين وان هي تمارس معانا. بدانا بالخمسه، احنا دلوقتي عدينا الـ50 الحمد لله، لدرجه ان احنا خلاص بدانا ان احنا بقى نقسمنا الفرقه ل3 مراحل سنيه، اللي هم الطلائع اللي هم الصغيرين، وبعد كده مرحله الناشئات، وبعد كده طلعنا بقى على الفريق الانسات اللي هو الفريق الكبير من 15 ل 21 سنه، والحمد لله التمرين شغال ومتوقعين باذن الله ان يكون في طاقه في كره القدم في كفر الشيخ النسائيه باذن الله. طب يا دكتور محضرين نفسكم بقى لاي منافسات محليه مثلا، دوري ما؟
فان شاء الله احنا ان شاء الله التسجيل، احنا طبعا كنا في بدايه التكوين في الفتره اللي فاتت، احنا لينا دلوقتي ده ثالث شهر بنشتغل مع البنات وبنجمع. الحمد لله عملنا الاستمارات بتاعه المشاركه بتاعتهم مستمرات التسجيل. حاليا يعني ان شاء الله هنسجل ويبقى كده احنا جاهزين الحمد لله للمنافسات، اللي شغالين كتدريب وعلى اعلى مستوى الحمد لله. فاتحين طبعا في من المشاكل اللي بتقابلنا برضو اللي هي الدراسه بقى والدروس الخصوصيه والكلام ده. ازاي بتتعاملوا معاها بقى؟ يعني مساله الدراسه دي هتتعاملوا معاها ازاي؟ برضو فعملنا يبقى في مرونه في التمرين بحيث ان نغير المواعيد. ان انا افتح فتره التمرين شويه من مثلا من 5 ل 8، الساعه 5 اللي عندها درس بتجيلي الساعه 6 وربع او 6 ونص تخلص درسها وتيجي، اللي عندها الساعه 6 ونص بتجيلي 5 وتمشي 6 ونص على درسها. كويس ان يكون في مرونه عشان الناس ما تنقطعش عن التدريب. ما هو احنا لو ما عملناش المرونه دي مش هنلاقي حد، فلازم هي بتيجي علينا شويه كمدربين ان احنا نقعد الثلاث ساعات في الملعب، بس ما فيش مشكله على اساس ان الفكره تنجح والفكره تستمر. ما فيش يعني، ولازم يكون في تعب علشان خاطر يكون في بعد كده انجاز ان شاء الله. طيب فتره التاهيل بقى قد ايه؟ يعني لو جاي حد مثلا عايز يلعب كره قدم من البنات ومش مؤهل يعني؟ مبدئيا كده دكتور احمد عامل لهم مجموعه اختبارات. هو دكتور احمد ما كانش معانا من الاول، احمد صايد ما كانش معانا من الاول، ولكن احنا بدانا يعني عملنا العدد المناسب وبدانا بعد كده ان احنا ايه نتواصل معاه. اول ما جه الحمد لله جالنا بعد شهرين. بدأ معانا ان هو ياخد القياسات بتاعت البنات ويعمل لهم اختبارات لياقه بدنيه، عمل لهم اختبارات عناصر قياسات طول وزن وكده. طول ووزن بقى، واختبارات بقى مهاريه كمان، واختبارات لياقه بدنيه اللي هي قوه وسرعه ومرونه وتحمل دوري تنفسي، قوه مميزه بتاع السرعه بتاعت رجليهم، الرشاقه بتاعتهم، توازنهم. فالحمد لله خلصنا مرحله الاختبارات، هو دلوقتي شغال معاهم مهاري، وان شاء الله في الفتره الجايه هيكون خطط باذن الله. دكتور صفوة، انت بتحبي الكوره ولا الموضوع ده ما كانش حاجه شخصيه؟ انا الحمد لله انا خريجه تربيه رياضيه وماجستير ودكتوراه تربيه رياضيه، فانا حابه الرياضه عامه. مش هنقول بقى رياضه بس، انا الحمد لله اكتفاء في كل الالعاب الرياضيه، سواء كره قدم، سباحه، جمباز، كله الحمد لله ماشي فيه. طب ايه الالعاب اللي نفسك كمان تدخليها كفر الشيخ ولسه مش موجوده بالنسبه للبنات؟ المبارزه. لا واحده واحده بقى دكتوره، يعني سيبوا لنا حاجه بقى مش كده يعني. ابتدى يقلق دلوقتي. واحده واحده يعني. لا والله كان تخصصي في الكليه، فهي لعبه راقيه جدا المبارزه كمان، فان شاء الله نحاول باذن الله ان احنا نعمل فريق باذن الله. واحنا هنتابعك يا دكتور صفا ونكون معاك ان شاء الله ونشوف فريق المبارزه قريبا في كفر الشيخ. حضرتك استاذه هدير واستاذ محمد، شكرا لحضراتكم. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا، نورتينا.